منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشاهدينا في 7 من أكتوبر الماضي، استباح جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية مستغلا انشغال العالم بأخبار الحرب المدمرة على قطاع غزة. فالاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات وصلت ذروتها، وعن استيطان وإرهاب المستوطنين للقرى والمدن الفلسطينية فحدث ولا حرج. مدينة جنين استيقظت اليوم مشاهدينا على أصوات إطلاق النار في حي الجبريات نتيجة الاقتحام الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي واعتقال آخرين بعد التنكيل بهم وإطلاق النار على أجزاء من أجسادهم. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق تنكيل قوات الاحتلال بشاب فلسطيني جريح خلال انسحابها من حي الجبريات، فعوض تسليمه مباشرة للإسعاف قاموا بوضعه على مقدمة المدرعة العسكرية واستخدامه كدرع بشري أثناء تنقلهم بين الأزقة، ما أثار غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. نشاهد. بلد العدل يا شباب، لا اخذوه بالجو يا سعد، اخذوه صوت صوت كما تناقلت وسائل إعلام فلسطينية رواية جريح اعتقل قبل إطلاق سراحه عند انسحاب الاحتلال من المدينة مشاهدينا. التفاصيل التي يرويها الشاب الجريح هشام صليط من حي الجبريات تظهر ربط جنود الاحتلال الجرحى الفلسطينيين على الآليات العسكرية والتنكيل بهم رغم إصابتهم. نشاهد. صار يعني بكينا نايمين احنا، اجى تلفون انه في وحدات خاصة بالمنطقة غاد، اجينا طلعنا برا يعني نشوف شو فيه ولا في شيء، طلعنا برا ما وصلنا عند الباب اجى طخ علينا، انا شردت عن الزاوية انا واخرى شاب معي، وقفت على الصور ولو طخني طلقين بجري وقعت عن الصور، واللي معي وقع عند باب الدار غير في اخرى واحد اتصاب، اجى لف علينا الجبات طلعوا درون فوقينا شافونا، طلعوا جبات علينا قالوا لنا اقعدوا عبوز الجبات، قعدنا عبوز الجب ودونا على دار تانية تطلع حم الدنيا وبتشوف شو على الحديد انت قاعد، واحنا يعني شلحونا وحطونا زتونا على الجسم حطونا على الجب نشير مشاهدينا إلى أن الاحتلال وسع اقتحاماته وعملياته بالضفة الغربية مخلفا 552 شهيدا فلسطينيا منهم 132 طفلا، إضافة إلى نحو 5200 جريح تزامنا مع عشرات آلاف الشهداء في قطاع غزة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع مقطع شاب فلسطيني نكل به ووضع على مقدمة المركبة العسكرية واستخدام المدنيين دروعا بشرية في الوقت الذي تدعي فيه حكومة الاحتلال أن جيشها يعتبر الأكثر أخلاقية في العالم. رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القراداغي قال قوات جيش منظمة الاحتلال الإرهابية تنكل بشاب مصاب في جنين وتستخدمه درعا بشريا بعد تقييده في مقدمة سيارة عسكرية. فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر على حد قوله. وكتب أحمد خاطر يعتقدون أن هذا سيخيفهم ويردعهم عن مقاومة الاحتلال. مشكلة هذا الكيان الإجرامي أنه حتى بعد 76 سنة لم يعرف بعد أن الفلسطيني لا يخاف ولا يستسلم على حد قول أحمد خاطر. بينما قال حفيد سليمان أمس نتنياهو قال نحن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ونبذل جهودا لا يبذلها أحد لحماية المدنيين. واليوم يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين مدنيا جريحا درعا بشريا لحماية قافلة عسكرية.